هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء اليوم 3 جانفي من سنة 2024. أزول فلاون، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي حر، كما رددها الشارع الجزائري. وهذا الشارع الذي ردد أبو المزور جابوه العسكر، وردد ما ردد المخابرات الإرهابية، وحول قايد صالح وشنقريحة وغيرهم. على كل حال، هشام عبود ينزل الشارع يدور إن كان جزائريين في أي جهة، بعكس ولاد الحرام مولى عرايا اللي يحكموا الجزائر. فوالا، الليلة هذه عندنا عدة مواضيع، وسأستهل هذه الحصة بنشاطات الرئيس. نديرو كيما صحافة بودورو وقنوات العار، حتى قلنا احنا قناة الأحرار وليست من قنوات العار. نتكلمو قلنا على نشاط الرئيس، ايه واش دار اليوم؟ طيب تسمعوا، نتكلمو على جنوب افريقيا اللي يرفع الدعوى ضد اسرائيل في محكمة الهاي، وستنظر فيها المحكمة يوم 11 جانفي القادم، بعد اسبوع يعني. الجزائر تتفرج، الجزائر تتفرج. كما نتكلموا على هذاك الشاب الحراق اللي لصق في العجلة تاع الطيارة كد من وهران، ووصل لفرنسا وتسبب في طرد 17 مسؤول. نعم، بدأوا يطردوا تبون. كما نتكلم معنا الجزائر اللي زعفت من مالي ومن نيجر ومن بوركينا فاسو، وقالت نعاقبهم، ودرك نحبس دراهم اللي كنت نسالهم يحطوهم، واللي كنت راح نمد لهم بطر نمج. صح، ماشي تاع دولة للأسف. شوفوا هذا، كما راح نتكلموا الموضوع الرئيسي، واستشهاد صالح العروري رحمه الله رقم 2 في حماس، وهذا الاستشهاد يذكر باستشهاد خليل الوزير أبو الجهاد عاطف سيسو، ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في عام 85. كل هذه الضربات الإسرائيلية كيف جت؟ نتيجة خيانات إخوان الفلسطينيين، يعني سجلوا خيانات لم تسجل عبر التاريخ، كلفت الكثير الكثير القضية الفلسطينية، كلفت الكثير للأسف. نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل، لأنه بقدر ما احنا جزائريين وسكان شمال إفريقيا، يعني نحن المغاربيين، بقدر ما نقدسوا القضية الفلسطينية عاملينها في قلوبنا أكثر من بعض الفلسطينيين، يحس في نفسنا يشوفوا خيانات اللي تقضي على قياديين فلسطينيين مهما كان انتمائهم، مهما كان الفصيل اللي ينتمي له. يوم تكلموا شوية بالتفصيل في هذا الموضوع، لابد من الاهتمام به. ما يكفيش انك تقالي فلسطين مع فلسطين ظالمة ومظلومة، لا، ده ما يكفيش. قبل ما ندخل في تفاصيل مواضيع الصحراء،
نبداو كما العاده نمجهو التحيه لاخواننا اللي راهم يتابعوا فينا مباشر وعلى راسهم مصطفى دحماني اليوم وحي ملعب هذا مصطفى ما كانش هذا اللايف الاول اللي درتو حول الحكم اللي ضد عادل عبد الملك كان هو الاول وضد حكم كذا بلايص وحده بزاف يا مصطفى حكم كذا بلايص الاولين وحدك نور تحية ليك تحية رضا بن المدينة عمر أفيلالي يوسف 88 محمد الناشدي هاو قالك بونسوار دحماني محمد الناشدي هاو معاك خونا ولاختنا لوفي عبد العزيز فوزار مشهور الصابر جو ماكس الوافي مشهور صابر هل بن علي بن علي من جماعة الضعف؟ لا لا للأسف بن علي بن علي للأسف نقول دام حزام عن جماعة الضعف كم الناس اللي كانوا يفضلوا كفار جماعة الضعف الناس اللي يشرفوه جيش التحرير الوطني لأنه أنت ما جيش التحرير الوطني واليوم على 84 سنة في عمره يكركل في الصباط مر تبون اللي كي هو كي بابا كانوا مخبيين ما شاركوش ضغوط التحرير كي هو كي بابا ويروح يقرد في الشنقريحة تحية إذن لكل إخواننا حسن فريمان المكناس فلاك كريم أشمي بن النشاطان توجور فيدال النشاطان وي وي حياة 34 براجي تاع بليز خونا كاميكاز وجواد بلالا محمد بومدين مساء الخير ومساء النور بوشعيب السريح وكل الإخوان اللي راهم معانا في هذا اللايف المباشر واللي راح نبداه بالرد على سؤال اخ متابع رسمني على الفيسبوك الايميل لان الفيسبوك ما نفتحوش الاخوان اللي يكتبوا على الفيسبوك راني ما نفتحوش وكاينه صفحه عيشه مع بوت تي في فيسبوك واحد سارق المغرب وعلى كل حال نغلقها له في الايام القادمه ما لقيتش به قاعد يكفي مش الحرام مش الحرام يتاجر بنظام الرجال فوالا دونك نجاوب الاخ بعد الفاصل